كفاءه اليوم إيه؟ يهمه الكفاءه. طيب نسبه الاملاح الثانيه، واحد يقول لك انه والله نسبه الاملاح ذي ما تناسب انها تجيب الامراض الكلى، الكلام ده صحيح؟ شوف الطب اليوم منظمه الصحه العالميه، ويمكن اخذ بعض تغريدات الدكتور فهد الخضيري وغيرهم من المختصين، انا ماني بمختص، انا امشي على الكود اللي يطلع. ايه من 400 ل 500 هذا افضل املاح للجسم. في بعض الحالات وبعض الاشخاص يرغب في املاح اقل لانه عنده حاله صحيه معينه، لكن في الغالب في العالم هم يتكلمون، حتى المياه تجي من الينابيع ويوزعونها ترى املاحها في المستوى هذا 400 الى 500، لكن اليوم اللي طلع من التحليه الاملاح ترى اقل. احنا اصلا نطالب احيانا ان نزيد الاملاح، لان اليوم احنا التحليه عندنا تطلع الاملاح بمستوى 130، و 130 عاده انت تشوفه مفيد لان عندك احتياج له وتقدر تركب صفاي وتقلله في البيت، لكن هو للعامه وللاطفال وللناس ترى المستوى الطبيعي من 300 الى، وانتم تطلعون 130؟ احنا نطلع 130 بالمتوسط. طيب في مدينه سعوديه انت تنصحهم بعدم شرب المياه اللي جايهم من الصنبور العادي اللي هو المويه الفريدي. انا العكس تماما. اي شخص عنده امدادات مياه من التحليه، ترى انا اقول اذا نظفت خزانك ترى مويه التحليه عليها اكثر من بوابه فحص للجوده، وراح تصلك بمعايير قياسيه. وهي انا اتكلم عن السعوديه، مدن سعوديه بعضهم ما اصلا ما وصلها تحليه. انت في مدينه تقول لا هذول المفروض يشترون مويه من برا. انا اتكلم عن الشيء اللي انا اشرفت عليه اليوم. انا معك اليوم عبد الله، انا اتكلم عن الشيء اللي اشرفت عليه، تحليه المويه اللي تطلع. يعني انت تقول اي مويه في جايه واصلتهم التحليه يشربوه مصبر. صحيح صحيح. نحتاج نركب اجهزه تحليه داخل المنازل؟ اذا كنت عندك احتياج اليوم، اليوم اذا بتصلح قهوه، القهوه في عاده في المقاهي لازم يركب جهاز تحليه، لان المويه اللي بيصنع منها القهوه بس تحتاج انها ما تزيد عن 130، اذا بتشرب ترى يمكن اللي الصحي والمنصوح فيه ترى من 300 الى 400 الى 500 حتى. في دول تعتمد ال 500. المفروض ما ينزل عن 500. هيئة الغذاء والدواء عندنا كم معتمدة على كم؟ هيئة الوصفات والمقاييس اليوم، هيئة الغذاء والدواء تمشي على منظمة الصحة العالمية، الإنسان يستطيع أن يشرب إلى ما يقارب الألف، لكن هل هو مناسب يشرب وقت طويل؟ لكن يستطيع أن يشرب إلى ما يقارب الألف. احنا اليوم نعطيه اقل ترى من انا الحين اقول لك 300 ل 500 بس ترى اللي يجي له اقل المنظومات الجايه بتصير عندها. هو السؤال انه هل انت تنصح ولا ما له داعي انه يركب جهاز تحليه في البيت؟ انا اليوم احنا نتكلم عن منظومه كامله، جزء من هالمنظومه الخزان اللي في البيت. فما يصير الخزان اللي في البيت مو بنظيف ويقول والله انا شربت التحليه. اذا نظف خزانه ممتاز. ما يحتاج جهاز. اذا نظف خزانه يتوكل على الله. فيه انا اشرب منها بس عشان تعليق، يعني ما ركب جهاز تحليه في بيتك؟ نظف خزاني.